محمد علي، سن 26 سنة، من اسكندرية، بعمل في السياحة الفنية. بدأت أغني من 5 6 سنين كده مع أصحابي في الفندق على البحر. الناس كلها معجبة بصوتي ومعجبة بالفن بتاعي، وبيقول لي عندك إحساس. الحمد لله ربنا عطيني موهبة الفن وكده، وعطيني صوت وعطيني حنجرة وعطيني حاجات كتيرة وعطيني إحساس برضه. يعني لو بقيت فنان بإذن الله أنا بغني أغاني حزينة بإحساس وكده. مش حزن، هو عندي انا بحس بالاغنيه وبحب كده، بحس بالاغنيه الحزينه، ما بحسش بالخبط وكده، بحس بالاغنيه الحزينه. بعرف اغني وبعرف ادي وبعرف احساس، وعندي حاجات كتير الحمد لله. هتغني ايه فوق؟ اغني مصطفى كامل، اسامه عبد الغني، هشام عبد الباس كده. تحب الشعبي؟ بحب الشعبي. الشعبي خلي بالك عالي. انا بصراحه زي المشاهدين دلوقتي سامعين صوت واطي جدا، يا ترى هيفاجئنا فوق وليه بقى صوته، ولا ايه اللي هيحصل؟ باذن الله عاجبك، عاجبني الجمهور باذن الله. وصوتك هيوصل لفين؟ اسكندريه. عايزك تقول للكاميرا صوتي هيوصل اسكندريه. صوتي هيوصل اسكندريه باذن الله. تحب تسمعنا ايه؟ مصطفى كامل نبدا بيه. الحمد لله. اتفضل يا حبيبي. رحله عمري بفرح بجرح بحلم بمر، رحلة عمري لازم غصب عني تمر، هي حياتنا نقط وحروف. مش عارف حاسس عايز اصوت. ده مصطفى كامل يا تامر؟ ده مصطفى كامل؟ ربنا دي مصطفى كامل؟ ده مصطفى كامل. طب ما عندكش اغنيه فريحيه شويه كده؟ لا بس حرك فيها. لا هشام عبد الرحمن يعني. يلا سمعني هشام عبد الرحمن. نفس ربى في عزه، حماد عزه، طول معايا نهزه، ماما تهزه، الناس يتراضوا ما يتراضوا، على سنانهم هزه ولا تهزه، انجه انجه يا كلبوزه، يا صغنن يا ابن المحظوظه، انجز انجز يا كلبوزة، يا صغنن يا ابن المحظوظة. رحلة عمري لازم غصب عني تمر، هي حياتنا نقط وحروف، حبة فرح وحبة خوف، نحزن تكسرنا الظروف. الإنسان